السلام عليكم يا أبطال سنة تانية إعدادي، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله مراجعة نوفمبر، وقبل ما أبدأ أي حاجة وأي كلام فأنا بشكر دكتور محمد شوقي النجار على الملف الجميل الهدية اللي إحنا هنشتغل منه النهاردة. ملف رائع بمعنى الكلمة. الراجل ده أنا عمري في حياتي لا شفته ولا كلمته، ولكن هو قدم ملف جميل جدا، وانا شفت الملف وحقيقي انا مبهور بيه. هسيب لكم رابط صفحة دكتور محمد في صندوق الوصف، وكمان رابط تحميل الملف هيكون موجود في صندوق الوصف ان شاء الله. ده كده مبدئيا. تاني حاجة بقى، انا مبسوط جدا ان انا بقدم دلوقتي البطل سنة تانية اعدادي مراجعة نوفمبر، وان شاء الله علشان تحقق اكبر استفادة من الفيديو فياريت تكبر الصورة وتعلي الجودة علشان تشوف كل حاجة واضحة، تركز جدا معايا وتكون محضر معاك ورقة وقلم علشان تكتب الكلمات والنقاط المهمة اللي انا هقولها في فيديو النهاردة. وما تنساش بقى تروق علينا كده باللايك الجميلة، اشتراكك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش فيها فياريت تشترك في القناة علشان يعني تشوفنا تاني لو في بقى تفعيل الجرس والحاجات دي. يلا بينا يا ابطال من غير ما نضيع اي وقت كبير، نبدا مع بعض فيديو النهارده. Let's get started. يلا بينا نبدا. نوفمبر ريفيجن، مراجعه نوفمبر يا ابطال سنه ثانيه اعدادي. طيب طبعا ملف المراجعه بيكون عباره عن عرض الاول، شرح كده، وبعد كده تمارين. فنبدا باهم المفردات اللي كانت موجوده في يونت 3، لعبه كره اليد هاند بول وبطل هيرو. ناشئ أو مبتدئ جونيور، فريق الناشئين جونيور تيم. أما بقى عكس جونيور سينيور، اللي هو بقى واحد إيه متمكن بقى ومتمرس وخبير وكبير في السن وراشد سينيور. الفريق الأول اسمه سينيور تيم. حالة الطوارئ اسمها إيمرجنسي، وكارثة طبيعية يعني ناتشرال ديزاستر. يا بطل إحنا بس بنفتكر الكلمات، إحنا ما بنشرحش دلوقتي، إحنا بنفتكر الكلمات. ناتشرال ديزاستر كارثة طبيعية. كلمة scared اللي هو الخائف، أما المخيف اسمها scary مخيف. فخور proud، لو قلت proud of فخور بي وتجيب بعدها الحاجة اللي أنت فخور بيها اسم. مسابقة أو منافسة competition، المباراة النهائية بنقولها the final، win the final يفوز بالمباراة النهائية. يبقى win يفوز والماضي منه won. وكلمة charity من الكلمات المهمة، الجمعية الخيرية أو المؤسسة الخيرية charity. The countryside اللي هو الريف، الجدة الكبرى اللي هي والدة الجدة، أوكي، أو والدة الجد اسمها great grandmother. أما الجد الأكبر اللي هو والد الجد أو والد الجدة اسمه great grandfather. كلمة female يعني أنثى أو مؤنث، female. volunteer متطوع، وبادي جسم، وشور شور متأكد، هيريك بطولي، نيرسينج التمريض، مانجر مدير، بيشنت شخص مريض، وتنفع كمان صبور. الجوبز الوظائف، عالم ساينتست، طبيب جراح سيرجن، الراعي أو الكفيل باترون، مدرب رياضي سبورتس كوتش، عالم نووي نيوكلير ساينتست، عمال نظافة الشوارع اسمهم street cleaners. طيب عمال جمع القمامة اسمهم rubbish collectors. rubbish collectors. طيب do a job يعني يؤدي وظيفة أو يقوم بمهمة. do a job يبقى job بتاخد do. طيب do a sport يلعب رياضة، وممكن تقولها play a sport. do experiments do experiments do experiments يجري تجارب عملية. Okay. Do experiments أو تجارب علمية. Start school يبدأ دراسة. Start school. Start a charity يؤسس مؤسسة خيرية أو ينشئ مؤسسة خيرية. Start a charity. Win قلنا win يفوز. Win a competition يفوز بمسابقة. Get يحصل على. Get a prize يحصل على جائزة. وفي get a job يحصل على وظيفة. Get a job. طيب إيه هي الهاندبول؟ اللي هي كرة اليد. قال لك a sport with 7 players in a team، 7 لاعبين في الفريق. they score بيسجلوا ازاي؟ by throwing the ball into a goal، برمي الكرة في المرمى. طيب يعني ايه competition منافسة؟ ايه هي المنافسة؟ قال لك an event when people حدث فيه الناس try to get a prize، بتحاول تاخد جايزة. by being the best at something، ان هم يكونوا افضل حاجة، فهم لما يبقوا أفضل حاجة هياخدوا الجايزة. sports coach المدرب الرياضي، ده الراجل اللي someone who teaches people، بيعلم الناس how to play ازاي يلعبوا.
or improve in a sport او يتحسنوا في رياضة. طيب junior، junior اللي هم الناشئين اقل من 18 سنة for younger people. طيب senior، senior اللي هم الشباب الكبار okay اللي اكبر من 18 سنة for older people. surgeon الجراح a special doctor طبيب خاص who knows how to look inside a person's body بيعرف ازاي يفحص جسم او داخل جسم الانسان to help people علشان يساعد الناس who are ill المرضى. scientist العالم قالك العالم ده someone who does experiments واحد بيعمل تجارب to study علشان يدرسها and find out ويكتشف about how things work كيف تعمل الاشياء ده راجل عالم بيعمل تجارب. patron الراعي قالك a person who gives money to help people واحد بيتبرع بفلوس علشان يساعد الناس or places او الاماكن الكفيل. hero البطل البطل a person that people admire شخص الناس بتعجب به because they have done something very brave لانه عمل حاجة شجاعة or good او جيدة. اما كلمة female انثى being a woman or a girl انها ست او بنت فده female. princess اميرة the daughter of a king بنت الملك or queen او بنت الملكة. طيب charity مؤسسة خيرية an organization هي منظمة that gives money بتتبرع بالمال food او الطعام etc الخ بتتبرع لمين to people who are in need للناس المحتاجين. طيب countryside اللي هو الريف قالك ده the area outside the city المنطقة اللي خارج المدينة where there are farms حيث مزارع and lots of nature وطبيعة. طيب volunteer متطوع someone who works for no money واحد بيعمل بدون مقابل ما بياخدش فلوس to help people. natural disaster كارثة طبيعية كارثة طبيعية a terrible event حدث فظيع such as an earthquake مثلا زي الزلزال بس طبيعي. lungs الرئتين قالك they take in air دول اللي بياخدوا الهواء and help us to breathe وبيساعدونا نتنفس دول الرئتين. طيب brain المخ قالك brain ده it tells the parts of our body what to do بيقول لجسمك يعمل ايه ده المخ. heart القلب قال لك ده بقى it pumps blood ده اللي بيضخ الدم around the body في الجسم كله. طيب scared خائف قال لك ده frightened frightened خائف مرعوب or afraid that something bad could happen ان حاجة وحشة ممكن تحصل. بعد كده جزء الحل ويعني الدكتور محمد منقي اسئلة اصلا من امتحانات يعني كل الاسئله اللي جايبها اسئله امتحانات جمع الاسئله دي معانا هنا. طيب اول سؤال بيقول لك a person who gives money to help people الراجل اللي بيتبرع بمال علشان يساعد الناس or places او الاماكن ده اسمه patron الكفيل. we are proud of our A handball team احنا فخورين بفريق كرة اليد الA they won the cup هم فازوا بالكاس يبقى دول الناشنال الفريق القومي. we A experiments do experiments we do experiments at school lab every Monday. طيب scientists العلماء do many experiments بيعملوا تجارب كتيرة ليه to find A for many illnesses علشان يجدوا A لأمراض علشان يجدوا treatments treatment يا أولاد هو العلاج. my teacher is very A he never gets nervous ما بيتعصبش أبدا الراجل ده patient صبور. lean is very A so she isn't afraid of the dog مش خايفة من الكلب يبقى brave شجاعة. the Egyptian handball team فريق كرة اليد المصري are all A they won the cup فازوا بالمباراة يبقى كلهم أبطال heroes. the dog ran fast الكلب جري بسرعة and is a boy وإيه الولد and attacked هاجم الولد ما أقدرش أقول scored أحرز أو died مات أو lost فقد.
طيب ايه is an organization منظمة that helps people بتساعد الناس who need them الناس اللي محتاجاهم فالكلام على charity المؤسسة الخيرية. Your A pumps blood بيضخ الدم around your body في جسمك يبقى your heart القلب. The nurse is A. She saved a lot of people. أنقذت كثير من الناس ده الست دي hero بطل. بس هو النيرس ده ممرض على فكرة النيرس ده ممرض. A is a large dangerous animal حيوان خطير كبير that lives in the sea وبيعيش في البحر طالما في البحر يبقى الشارك القرش سمكة القرش. If you are A of someone you feel pleased with them لو انت A بشخص انت مبسوط منه او تشعر انك سعيد من الشخص ده يبقى proud فخور. طيب in 2016 سنة 2016 الشارك ايه عمر عبد القادر attacked هاجمت عمر. The A Egyptian handball team فريق كرة اليد المصري won the under 19 world cup فاز بكاس العالم اللي تحت 19 سنة يبقى الكلام على junior الناشئين. After the match بعد المباراة the man told me قال لي that I would be in the football first team ان انا هبقى في الفريق الاول ده راجل الكوتش المدرب. Superman is my favorite hero طبعا سوبرمان ده البطل المفضل he saves many people. The Egyptian handball team فريق كرة اليد المصري won an important A in 2020 فاز بإيه مهم قوي في 2020 competition فاز بمنافسة. The ancient Egyptian doctors الأطباء المصريين القدماء A down أنا عندي حاجة يا أولاد اسمها write down يدون وماضيها wrote down دون their ideas. It's not good for children ليس جيدا للأطفال to watch A films to watch scary films إنهم يشوفوا أفلام رعب before sleeping قبل النوم. My mother is a A of my younger brother He gets high marks أخي الصغير جاب درجات عالية فماما proud فخورة. My parents A money فلوس طيب to a charity لو شفت money بس واتسرعت وقلت money بقى earn money بيكسب فلوس بس استنى to a charity بينفع يكسب فلوس لمؤسسة خيرية ولا بتبرع بفلوس donate money to a charity بتبرع بفلوس لازم أقرأ للآخر وأقرأ الاختيارات بيتبرع بالمال to a charity which helps disabled people واللي بتساعد اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. He was a A for a charity. He works for no money. For no money يبقى هو volunteer متطوع. Mend and A have the same meaning. Mend يصلح. Mend and repair. Repair يصلح لهم نفس المعنى. علا went to a surgeon راحت للجراح to A the cut. In her hand علشان ايه الجرح اللي في ايديها تخيط سو يا ترى ايه is usually made of gold عادة مصنوع من الذهب and it is expensive وغالية يبقى jewelry المجوهرات. Earthquakes الزلازل and volcanoes والبراكين are natural disasters كوارث طبيعية. All the Egyptians are كل المصريين بيكونوا ايه محمد صلاح طبعا proud فخورين. I have lots of jobs to do انا عارف do jobs to do today عندي مهام كتيرة اعملها النهاردة. طبعا الجرامر يا ولاد كان الماضي البسيط والماضي البسيط ان انا بضيف ايدي للفعل ويبقى ماضي. play played help helped بضيف دي او ايدي او اي ايدي طيب لو كان الفعل شاذ او غير منتظم ما بضيفش الكلام ده احفظه زي ما هو do did sit sat build يبني built بنا drive يقود drove قادة buy يشتري bought اشترى sell يبيع sold باع go went eat ate swim swam have had see saw read 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 يقرأ read قرأ بستخدم الماضي علشان اقول ان في حاجة حصلت وخلصت ده ماضي. he visited his uncle last week زار عمه الاسبوع الماضي عاوز تنفي الماضي didn't والمصدر he didn't visit. طيب لو كان عندي was where لا دول نفيهم wasn't weren't I didn't go didn't والمصدر I didn't go to school yesterday. طيب was he was not happy yesterday ازاي اسأل في الماضي السؤال بهل ابدأ بدد
did وفاعل ومصدر. Did you go? Did you like? Did you see? Did you go to school yesterday? يا إما yes I did يا no I didn't. طيب لو كانت جملتي was where ابدأ ب was where في الأول. تمام؟ Was he happy yesterday? Was he at the cinema yesterday? ابدأ ب was where في الأول. Yes he was أو no he wasn't. Did معها مصدر. لكن was where لأ مفيش مصدر معاهم. Was where معاهم صفة أو اسم أو حرف جر. عاوز تسأل بأداة استفهام؟ أداة استفهام لو أنت بتسأل بديد أداة استفهام وديد وفاعل ومصدر. أو لو عندك was where أداة استفهام وwas where وفاعل طبعا مفيش مصدر، في بقى حرف جر أو اسم أو صفة. Where did you go yesterday؟ did معاها مصدر مش was where. أين ذهبت؟ تمام؟ عاوز تجاوب مشي did وجاوب بالماضي بقى I went to the cinema. طيب where were you yesterday؟ هنا مع where مفيش مصدر طبعا. Where were you yesterday؟ كنت فين امبارح؟ I was at the cinema. كلمات الماضي البسيط طبعا yesterday امبارح، ago أقول مثلا two days ago منذ يومين، in 2010 سنة 2010 ماضي أي سنة عدت، once ذات مرة، وعيلة last night الليلة الماضية، last week last month last year. بعد كده I went to the cinema last night. القاعدة التانية عندنا used to اعتاد أن بعدها مصدر، used to بعدها مصدر قبلها الفاعل he used to go، بتفيد ان كان في عادة عندك والعادة دي انتهت انت ما بقتش تعملها، عادة في الماضي وانتهت يبقى ده ماضي، ونفيها زي الماضي didn't والمصدر didn't use to لم يعتاد أن. When I was young لما أنا كنت صغير I used to ride، used to بعدها مصدر، I used to ride a bike اعتدت أن أركب دراجة، دلوقتي لا ما بركبش. He used to live in America اعتاد أن يعيش في أمريكا، دلوقتي لا but now he lives in Paris. I used to eat much bread اعتدت أن أنا أكل عيش كتير، طب دلوقتي لا but now I don't. عادة كانت بتحدث بانتظام في الماضي ودلوقتي لا لم تعد تحدث. When he was young he used to play football in the street دلوقتي لا. My uncle used to work in a bank اعتاد أن يعمل في بنك، دلوقتي لا he works in a shop. طيب didn't use to ده النفي بقى، لم يعتاد أن وبرضو بعدها مصدر، ما كانش متعود على ده وهو صغير ممكن دلوقتي بيعملها. I didn't used to eat a lot when I was young. ما تعودتش أكل كتير وأنا صغير. I didn't used to. أنا لم أعتد أن بعدها مصدر. Like salad when I was young. بس دلوقتي لا دلوقتي بحب السلطة. But I love it now. عايز تسأل زي الماضي بالظبط. سؤال بهل did وفاعل ومصدر. Did you use to. هل اعتدت أن وبعدها مصدر. Did he use to. هل هو اعتاد أن؟ دايما did معاها مصدر وانت مغمض ده أساسيات إنجليزي. Did he used to read books؟ هل اعتاد أن يقرأ كتب when he was a child؟ يا إما yes he did يا no he didn't. وممكن تسأل بأداة استفهام قبل السؤال بهل تجيب أداة الاستفهام، تبقى أداة استفهام وdid وفاعل وused to. What did you used to do؟ ماذا اعتدت أن تفعل when you were young؟ What did he used to do when he was young? He used to play football in the street. نبدأ نحل على الكلام ده. They watched TV an hour ago. شاهدوا تلفزيون منذ ساعة. What did you do yesterday? ماضي. What did you do yesterday? Did you see the film about the earthquake? بس خلي بالك ماضي. Last night. يبقى did. بسأل بديد. طالما في مصدر. عمر ايه a junior chess competition when he was only 21 لما كان 21 سنة، اتكلم ماضي won فاز بالمسابقة. Where did معاها مصدر live. Where did your parents live اين عاشوا ابائك when they were young. They didn't did معاها مصدر. They didn't go to the stadium last month. My team is the cup بس الكلام ده in 2018 سنة 2018 ماضي قول له one. يا ترى ايه your friends ready اوعى تقول له did مفيش مصدر اوعى تفكر في did. انا عندي last week اوعى تفكر في did.
ديد عاوزه مصدر، مفيش مصدر مفيش ديد. اقول له ايه؟ يور فريندز يبقى وير، لان هم جمع. وير يور فريندز ريدي، هل كانوا جاهزين؟ ريدي جاهز صفه. فور ذا اكزام لاست ويك، لاست سامر ماضي، ماي فاميلي اكيد هاد ا فانتاستيك هوليداي ان موروكو، بتتكلم ماضي. When عمر was 22، لما كان عنده 22 سنة، a shark attacked him، سمكة قرش هجمته، and he lost a leg. سالم bought this car 2 years، اللي بتيجي في آخر الجملة ago، 2 years ago، منذ عامين. My father a basketball when he was young، لما كان صغير، بتكلم ماضي، played basketball. Who a you finished your homework yesterday، يبقى who helped، مين ساعدك. When I was 7، لما كان عندي 7 سنين، ماضي، I went to primary school. Did معاها مصدر، did محمد go to the shops yesterday. They ate at home yesterday، اوعى تقول له didn't، مفيش مصدر، يبقى they weren't at home yesterday. A the children are in the park yesterday، اوعى تقول له did، مفيش مصدر، قول له the children، الأطفال، يبقى where، جمع، where the children in the park yesterday. Were you all ready for the exam؟ all يعني كلكم يا ولاد، هل كلكم جاهزين للامتحان؟ فيردوا يقولوا yes we، سألت where، yes we were. علي ايه at school yesterday، اوعى تفكر في didn't، مفيش مصدر، علي wasn't. Egypt's football team is the Africa Cup of Nations in 2010، يبقى one، ماضي. She a at the cinema last night she was، كانت، ماضي. My uncle used to live in a village، اعتاد ان يعيش في قرية، بس دلوقتي اكيد في مدينة. But now he lives، ليه يا مستر مش مضارع؟ بقول لك now، الان. He lives in the city. He used to be fat، اعتاد ان يكون بدينة، تخين، بس أكيد خس. But now he now but now he doesn't. ليه doesn't يا مستر؟ ما he used to، أنت عندك فعل، الفعل ده نفي didn't، والمضارع doesn't. When Yasser's mom was a child، لما مامة ياسر كانت طفلة، ماضي. She play used يا مستر، لا مش used to play، used to play. My uncle used to a his car to work، used to بعدها مصدر، used to drive. She used to بعدها مصدر، يبقى be، المصدر be. She used to be fat but now she is thin. So has mother، مامة سهى. A be a teacher but now she works in a bank، used to، اعتادت ان تكون معلمة. Where did your grandparents used to بعدها مصدر، used to live. My grandfather used to بعدها مصدر، play tennis. He used to walk to school، اعتاد ان يمشي الى المدرسة. But now he doesn't، بس دلوقتي ما بيعملش كده. تصحيح خطأ، last year I go، ازاي؟ I went، بقول لك last year. Do you meet Huda last Monday، ماضي، يبقى did you meet Huda. جمال not visit، انا عاوز انفي. His uncle last week، عاوز انفي ماضي، يبقى didn't visit. بن في الماضي didn't والمصدر. How do you travel to Alexandria last year، ماضي، يبقى did. Be they happy، be، لا be بتبقى am is are or was where. انا بقول لك at yesterday's party، في حفلة امبارح، ماضي، يبقى زي تاخد where they happy. We not go، عاوز انفي. To school yesterday، عاوز انفي ماضي، didn't والمصدر، we didn't go. Did معاها مصدر، did you bought، لا did you buy a new t-shirt yesterday. كريم visit، لا كريم visited، ليه ماضي؟ علشان هكمل last week. Hiba traveled to Canada a week ago، منذ أسبوع، يبقى traveled. Magdi not be at home yesterday، لا Magdi wasn't، be تبقى was، ده ماضي، وانت عاوز تنفي تبقى wasn't. They are at the club yesterday، لا they were. He spent a week، لا he spent، ليه ماضي؟ ليه خليتها ماضي؟ علشان
last summer الصيف الماضي. Did معاها مصدر did he go to the cinema yesterday last night ماضي يبقى I did many things I watched a nice film next week ازاي شاهدت الاسبوع الجاي لا الاسبوع اللي فات last week yesterday I be هنا هتبقى was عشان I بتاخد was yesterday I was at school I not used ايه ده انت بتنفي used to بنوت used to لا انت تنفيها ب didn't use to I didn't use to smoke. They used to play. ما اسمهاش used to. اسمها used to play football. Japan didn't use to. بعدها مصدر. ما تقولوش is. قوله be. Japan didn't used to be a rich country. She used to be thin. اعتادت ان تكون نحيفة. Now she didn't. لا doesn't. انت بتتكلم دلوقتي. مضارع. How did you did معاها مصدر ما تقولوش using قوله use My father didn't use to being لا to be My father didn't use to be lazy Where did معاها مصدر تمام ما تقولوش used بقى قوله use Where did you use to live They not used نفيها مش not used نفيها didn't use They didn't use to get up early on holidays. I used to بعدها مصدر فما تقولوش had مصدرها have. I used to have my lunch with my father. I not used to swim in the lake. انت بتنفي not used. We didn't use قلنا. I didn't use to swim in the lake. ده كان الجزء الأول يا أبطال من مراجعة النهاردة وإن شاء الله هنكمل الفيديو اللي جاي الجزء الثاني هنراجع على يونت 4 برضو زي ما عملنا في يونت 3 Thank you for watching شكرا للمشاهدة وإن أبطالي الحلوين كملوا الفيديو للآخر نلتقي بكرة بقى إن شاء الله في الجزء الثاني والسلام يا أبطال Goodbye